الكريم متابعينا مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، يتجدد اللقاء بكم مره ثانيه حيث نرحل مع رحله ثانيه ونتابع ايضا مسيره اخرى تنطلق في هذه اللحظات وشوطنا الثالث في مجموع الأشواط، وخصص لفئات الأبكار بشعارات أصحاب السمو والشيوخ وشعارات أبناء القبائل التي تتحرك في هذا المجال وفي هذا التحدي. نصيبة على المركز الأول علي بن سالم بن سليم، تليها على المركز الثاني في ثاني المراكز حربة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة عبيد بن محمد بضبيعة، المركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان بن محمد وعبيد بضبيعة مع التضمير، المركز الرابع نشوف اللي في رابع المراكز تأتينا اللي هي مياسة سيف بن عبيد بن عابد المهيري، من يتقدم مع مياسة بالمركز الرابع، والمركز الخامس مدللة العلي بن خليفة بن بريشة الاستبي، أما المركز السادس فتأتي براقة راشد بن سعيد بن سلومة الاستبي، والمركز السابع من واقع الشعار شعار الرزي راعي الغرامية راعي الغرامية ومحمد بن سعيد الرزي الشامسي. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وهذا التحدي. ما شاء الله يا المهيري، ناوي عليكم اليوم المهيري، ناوي على المركز الأول مع الشعار الجيشي، ماخذ شعار جميل شعار حرب شعار حرب، يتقدم مع مياسة سيف بن عبيد بن عابد المهيري، ولكن هني أيضا حربة قالت أنا موجودة، حربة موجودة وهملولة موجودة، المقدمة مع حربة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة، المركز الثاني أقول نصيبة العلي بن سالم بن سريم ومختار شعار يعني الهدف. شوفوا يعني هذه الدائرة ما يستخدمونها إلا 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 اللي بتدربين على الرماية ويسددون في الأهداف وفي النقطة الوسطى، هذا الشعار اللي اختاره بن سليم. المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة عبيد بن محمد بالضبيعة، والمركز الرابع مدللة العلي بن خليفة بن بليشة الاستبي، والمركز الخامس أقول براقة راشد بن سعيد بن سلومة الاستبي، وهناك بن عابد المهيري أيضا مع مياسة يتراجع إلى المركز الخامس، والرزي إلى المركز السادس. صرحوا عنك العرب يا رزي، صرحوا عنك، راح وحرك حرك، إذا عندك اطرح البدايل، اطرح الخطة المطلوبة واطرح الخطة الجهنمية. أشوفه بالمركز السادس. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حربه هملولة حربه هملولة على المقدمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمضمر المتألق المبدع عبيد بن محمد أبو ضبيعة، من يقدم لنا أيضا هذا اللون وهذا الاسم بالمركز الأول. هني يأتينا راعي مدللة، إذا كانت مدللة نبوها تتفضل تتفضل، مسموح لها بالتجاوز مسموح لها بالتجاوز، خلها تدلل خلها عندها زود. أشوفه يعني، ولكنه أعطاها أوامر خفيفة، أعطاها أوامر خفيفة وبدت أيضا تأخذ مسراها ومجراها في هذا المجال وفي هذا التحدي. 1200 هذه لوحة الإعلان المتعارف عليها المتعارف عليها في كل الميادين، ولكن عادت حربة، حربة أعلنت الحرب، حربة أعلنت الحرب،
وهني حملولة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من يدفع بهذا الشعار بقيادة عبيد بن محمد بطبيعة مدللة أيضا عندها نوايا مدللة عندها نوايا مشاهدينا الكرام. وبدأ الصراع على المقدمة آخر 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 أمتار آخر أمتار. الناموس وين الناموس؟ وين بيرحل؟ وين بيرحل الناموس؟ ما أدري بعده يعني مبهوم. الناموس حاير طاير الناموس حاير طاير بين شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد وبين مدللة العلي بن خليفة بن بليشة. ما صدرت الأوامر ما صدرت الأوامر ولكن حربة 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 مشاهدينا الكرام تتقدم تتقدم الآن تعلن الحرب حرب مشاهدينا. ولكن مدللة تجاوزتني إلى الأمام راحت راحت مدللة راحت مدللة تجدمت في رقم حساس شقر الرباها هو مفروض بحر الأصل للسبق من ساس بطن وظهر ماهوب مدسوس على اللوايل تاخذ قياس وتحوزني في الله الله الله. راحت ولكن عادت حربة 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 مشاهدينا الكرام. حربة تتقدم حربة تتقدم في اللحظات الأخيرة. حربة ومدللة حربة ومدللة حربة 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 خذت الأول. حربة مشاهدينا الكرام مع الناموس. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وتهانينا أيضا للمضمر عبيد محمد ضيع المركز الثاني علي بن خليفة بليشة المركز الثالث للرزي المركز الرابع فهنا يأتينا شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الخامس نصيب علي بن سالم بن سليم. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام 6:33 ثانية 6:33 ثانية توقف.